هللويا. أؤمن 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 الرب بيسكب زيت خاص وإحنا مع بعض، لأن لما بنجتمع معا الدهن الطيب اللي على رأس يسوع بينسكب من الرأس على اللحية، لحية هارون مزمور مشهور، حتى وينسكب على الجسد حتى طرف الثياب. طرف الثياب يعني أدق التفاصيل، أصغر حاجة في حياتك الرب عايز يغطيها بالمسحة، الدهن اللي نازل. والعجيب يعني في المزمور ده مليان حاجات عجيبة قوي، مليان يعني نفس الدهنة اللي على الراس هي الدهنة اللي على اللحية هي الدهنة اللي على طرف الثياب، هي أحد رجال الله يقول كده ما فيش روح قدس جونيور، يعني روح القدس المنسكب هو مش درجة أقل، مش ميد إن تايوان في على 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 طرف الثياب، هو النازل من الرأس يسوع بينسكب حتى طرف الثياب. ومش بس كده، بيحمل معنى أنه كل حاجة في حياتنا محتاجة تتغطى بالمسحة، مسحة الروح القدس، لأنه الرب حريص أن يسكب مسحته على طرف الثياب. أحد الشواهد في العهد القديم يقول لك في الملكوت الرب في آخر سفر زكريا يقول لك حتى أجراس الخيل، حتى أجراس الخيل حاجة ملهاش قيمة، يعني عارفين الخيل بيبقى ليه جرس كده حلية، حتى الحلية بتاعت جرس الخيل مكتوب عليها قدس للرب. لما جرس الخيل مكتوب عليه قدس للرب فكان بالحري حضرتك. وهذه الهوية مهمة جدا، هذه الهوية مهمة جدا كأساس في صلواتك في علاقتك مع الرب، زي ما هنحكي النهاردة في حتة كده. هذه الدالة، أنا ملكك، أنا قدس ليك، هذه الدالة أنا مخصص ليك، لأن مخصص ليك في علاقة، في توبة، في رجوع، في قدس، في نفض للتراب. ده من جهتي، بس من جهته هو لأنه بيهتم بقدسه، لأن حضرتك قدس للرب، أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم، لأنك مخصص للرب، لأنك قدس للرب، رب يهتم بقدسه. فرب يملاه قداسة، ورب يملاه نعمة، ورب يملاه حرية، ورب يملاه حضوره، وفي حضوره بيملاه شفاء، وبيملاه رجاء، وبيملاه نعمة، وبيملاه رحب، وبيملاه اتساع من كل حتة ضيقة، من كل حيرة. وكل ما تمشي مشاوير وراء الرب، كل ما الرب يزود هذا هذه النعمة وهذه المسحة المنسكبة على قلبك وعلى حياتك وتخش أعمق. كثير ما نتصور أنا عرفت الرب وده مستوى العلاقة وكان الله بالسر عليم، ودي مش آية. يعني إنه هو كده وخلق، يعني إحنا في إيه أكتر من كده؟ نو. رب نهر السباحة لا يعبر، عبرني ألف زراع والمياه ترتفع، عبرني ألف والمياه عمالة بترتفع، حقوين للوسط نهر سباحة لا يعبر. وبالتالي كل ما بتمشي مشاوير وراء الرب، والمشاوير دي مشاوير في حياتك وفي هزيمك وانتصاراتك، كل ما بتمشي مشاوير وراء الرب في بعض حين تقع وفي بعض حين تقوم، في بعض حين تنتصر وفي بعض حين تنهزم، بس الرب يراها مشوار وراه. وهذه المشاوير بتعلم أيدينا القتال وأصابعنا الحرب، وهذه المشاوير غالية قوي عند الرب. رب قال للتلاميذ في مرة، قال لهم أن أنتوا اللي كنتوا معايا من وقت الضيقات وقت المواجهات، أعطيكم كذا وكذا 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 وكذا. كل الأبطال اللي مشوا مع داود في العهد القديم وصنعوا عهد مع داود صاروا أبطال، لأن كل متضايق ومر النفس بيقطع مشوار ورا داود الحقيقي، بيتنقل حياته. والرب بيستغلى المشوار على قد ما بيستغلى إنك توصل للنتيجة. الرب غالي عنده الرحلة، لأن في الرحلة أنت عمال بيزداد حضوره فيك، وعمال بتتنقل لتلك الصورة عينها، وإنت ماشي معاه صوابعه بتخش فينا أعمق، حتى في الحتة اللي احنا بنعصلك فيها وراء الرب. رب عمال بيطلع في رب يستخدم كل حاجة العالم بيرميها على حياتك، لو انت بترمي قلبك عليه رب يستخدمها لامتداد ملكوته فيك، يستخدمها لخيرك. كل حاجة العالم بيرميها عليك هي فرصة
انك تتحرك لاعلى مش تتكعور لفوق لتحت. كل حاجه العدو بيرميها عليك هي فرصه انك تتحرك اعلى وراء الرب، مش انك تتكعور جوه نفسك في الم. وكل ما بترمي قلبك بثقه عليه، كل ما رب يعيد تشكيل ويضع هنا ذهب وهنا نعمه وهنا قوه وهنا تعزيه وهنا صلابه جديده وهنا نقله ايمان، وكل ما الرب يضع يطعم قلبك بهذه الحجاره الكريمه، كل ما مستوى شكل ملكوته وطبيعته في حياتك بتتغير. كأني عايز أوقف اللي أنا بقوله ده وأنزل أعمل انترفيو، إيه الأخبار؟ إيه اللي حصل معك؟ تقول لي حصل معايا كذا وكذا وكذا. أقول لك تصور بقى كل ده اللي إبليس بيرميه فاكر إنه حيوقفك، يبقى فرصة لطلوعك لفوق. كل محاولات إبليس، خوف العدو إنك تتحرك لفوق، خوف العدو إن قلبك يتحرك لفوق، فبيرمي حاجات كتير عشان يطرمخ، ودي كلمة من العالم قوي، يرمي طين، يرمي طين على تشجيعك، فيرمي شكاية ويرمي ضعف ويرمي كوكتيل عجيب جدا من الشكاية، من الخوف، من الأحمال بكل صورة، علشان ما تتصورش إن هو خايف. يقولك إبليس خائف، عالم أن له زمانا يسيرا. القصة كلها إن هو عشان ما تتصورش إن هو خايف إنك تطلع لفوق، لأنك أول ما بتطلع لفوق المشهد بتغير. بحب قوي الآيات اللي فيها الملائكة من فوق عمالين بيقولوا مجدك ملء كل الأرض، بيقولوها من أشعيا ستة، من أشعيا ستة بيقولوا مجدك ملء كل الأرض. عارفين الآيات دي؟ آيات مشهورة، أنا بحكي معاكم كالعادة. قدوس قدوس قدوس، مش كده سرافيم عمالين بيقولوا كده؟ عارفين ليه بيقولوا قدوس قدوس قدوس؟ عارفين هم للأبد بيقولوا هذا التعبير، قدوس 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 رب جنود مجدك ملء كل الأرض. أنا بالنسبة لي جملتين معجزة في العبادة. أوكي هلعب معكم، ممكن ألعب معكم؟ هو في أكسجين في السماء؟ أنا قلت هلعب معكم فسمحوني. في أكسجين في السماء؟ يعني بنتنفس ازاي في السماء؟ انا لسه قايل الاجابه، قدوس. احنا بنتنفس قدوس قدوس قدوس، ما بنتنفسش اكسجين، لان احنا ارواح. بس النفس اللي حاصل في السماء، عشان كده هم ما بيزهقوش، لانه لو بطلوا يقولوا قدوس يبقى بطلوا يتنفسوا. Are you here؟ نشكر ربنا انكم هير. فقدوس ده نفس السماء، الصوت اللي خارج من السرافيم اللي قدام العرش في أشعيا ستة هو ده الأكسجين بتاع السماء، هو ده اللي هتفضل أنا وإنت، هو ده. وده لما إحنا بنعبده هنا إحنا بنتحد مع السمائيين في هذا الإدراك إن نفس حياتنا إن هو قدوس. بس الرائع كمان هو في السماء، من أشعيا ستة بيقولوا مجده ملء كل الأرض. يعني لو انت باصص من فوق مجده ملء كل الارض، واحنا باصين من تحت نقول انت فين يا رب؟ في نفس اللحظه فوق شايفين، من فوق بيبصوا مجدك ملء كل الارض، احنا من تحت كتير مننا، مش كلنا يعني، كتير مننا بيقول انت فين؟ المشهد من فوق مختلف تماما على المشهد من هنا. العدو خايف انك تتحرك لفوق في عبادتك، خايف إنك لو تحركت لفوق وبصيت ترى المشهد زي ما الملائكة شايفاه، ولو صليت من حيث الملائكة شايفة، من حيث عينين يسوع شايفة صلواتك، يقولك نحن نعلم أن لنا الطلبات التي نطلبها لأننا نصلي بحسب مشيئة الرب. لما صلواتك بتبقى خارجة من هذا المكان اللي فيه شايف المشهد من فوق، هذه الصلوات فيها يقولوا صلوات سهمية زمان، فيها ضمان استجابة. والعدو يخاف جدا إن ما يحدث في الأرض يجذبك لفوق، وكل ما ترتفع كل ما ترى المشهد قدوس 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 مجده ملء كل الأرض. خلي بالك كتير بنتعامل مع الآيات إنها كده آيات زي كلاشيهات، هي آيات عملية جدا للاستخدام.
بحب جدا الكنيسه الاولى لما ما كانوش يقروا الكتاب المقدس زينا كده، كانوا ياخد ايه ويصليها، ياخد ايه ويصليها. فزي ما قلت لكم قبل كده، الانجيل هو كتاب الصلاه، كتاب الصلاه. عايز تصلي اقرا ايه صليها، اقرا ايه حولها بيرسونال، اقرا ايه استخدمها لظروف بيتك وظروف خدمتك وظروف شغلك، اقرا ايه. كانوا بيعملوا كده، كانوا بيقعدوا في الاصحاح مثلا او في الباراجراف يقعدوا ساعتين بيصلوا. ليه؟ لان الكتاب المقدس هو ايه الصلاه بتاعتهم، هو الماتيريال بتاعت الصلاه بتاعتهم. تعالوا نقرا مع بعض في مرقس 9، انجيل مرقس اصحاح 9. قال لهم: الحق أقول لكم، من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. جملة قوية جدا. رب يسوع قال للتلاميذ: ناس منكم لن يذوقوا الموت حتى يروا ملكوت الله آتيا بقوة. بعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا. طبعا ده ذكرك به لما موسى طلع فوق الجبل وقعد 6 أيام بيرى سحابة مليانة نار، وفي اليوم السابع أمنداه الرب من وسط السحابة، فدخل موسى في السحابة. هنا ده المقابل ليها في العهد الجديد، قعد 6 أيام وبعد كده أم أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم. كلكم عارفين هذا الشاهد. وتغيرت هيئته قدامهم، صار ثيابه تلمع بيضاء جدا كالتلج، ده جبل التجلي، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. ظهر لهم أيضا إيليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع. جعل بطرس يقول ليسوع: يا سيدي جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة، لموسى واحدة، ولإيليا واحدة. لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين. لما بتبقى محصور في مشاعرك بتقول كلام. كانت سحابة تظللهم. لما تقرأ في لوقا يقول لك: جاءت سحابة فظللتهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحد غير يسوع وحده معهم. برضو لما تقرأ في متى أو في لوقا هذا الشاهد المقابل، لما نزلوا كان تحت في إيه؟ أرواح الشر، والابن اللي بيضرب نفسه في النار، ويسوع أم خرج أرواح الشر تحت الجبل. إيه اللي أنا عايز أشارك بيه؟ اللي أنا عايز أشارك بيه النهاردة هو إدراكك إن كل ما يحدث حواليك، كل لحظة في حياتك، كل ما يحدث في شغلك أو في بيتك أو في ظروفك، هو ملوش حل غير إنك تطلع لفوق. في هذا المشهد، المشهد محوره هو فوق الجبل. عايز ترى ملكوت الله آتيا بقوة؟ آية نمرة 1 قال لهم: تريدوا أن تروا ملكوت الله آتيا بقوة؟ في اليوم السابع طلعوا الجبل. هناك الحتة المرتفعة، الحتة العالية، هي الحتة العالية في الروح، الحتة المرتفعة، الحتة اللي قلبك بيصعد ليها، هو المكان اللي إبليس يحب ياخده. لأنه لو ما خدوش أنت بتاخده وتقابل الرب فيه. هديك أذكرك بآيات في العهد القديم. فاكرين المرتفعات في العهد القديم؟ كانوا بيحطوا عليها سواري ويعبدوا فيها أصنام. إيه القصة؟ ده في بعض أحيان في بلاد معينة كانوا يعملوا مرتفعات حوالين البلد ويرفعوا عليها السواري ويقدموا زبايح هناك. قصة، هناك معركة على المرتفعة في حياتك. لو أنت ما وقفتش في المكان المرتفع، إبليس بيعمل سارية ليه هناك. عايز ترى ملكوت الله آتي بقوة، اطلع المرتفعة بتاعتك وأعبد الرب فيها. وهذه المرتفعة جوه قلب حضرتك هو العبادة اللي خارجة من قلب بتحرك لفوق. أنا عارف أني بكلم ناس في بعض أحيان مدركة ده، بس ما بتطبقوش. إن قلبك بيتحرك لفوق في البيت أو في اجتماع، قلبك بيتحرك بيصعد الجبل. في العهد الجديد الجبل جواك. لما تقرأ في الآية المحفوظة اللي بنحبها في عبرين 12-22: قد أتيتم إلى
جبل صهيون إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. فهو مش بتكلم عن حاجات عهد قديم، هو بيتكلم عن جبل ملوكي، عن مدينة سماوية. ولقد أتيتم، بقابل ناس كتير من حضراتكم ونقعد نحكي، وببقى اللغة اللي عايز أقولها، وأنا عايز أقول أنت سمعتني بقول الجملة دي كتير قبل كده، أنت عمال بتكلمني من تحت الجبل، تحت الجبل مليان، الابن عمال بيدمر نفسه وبيرمي نفسه في النار وبيرمي نفسه في السلاسل، والأب مش عارف يعمل إيه، لأنه فاكرين أنا جبت ابني لباقي تلاميذك ما عرفوش يعملوا حاجة. تحت الجبل الصراع شغال، والرب قال عايزين تروا ملكوت الله آتي بقوة، come up، تسلقي الجبل. والجبل ده مش بمجهودك بتطلعيه، مش زي موسى عمال يطلع الجبل ويعرق، ده الجبل ده جوه حضرتك. قد أتيتم إلى جبل الملك، إلى مدينة سماوية، روح حضرتك جبل مرتفع، وكل ما بتتحرك في الجبل بتاع العبادة اللي جوه قلبك وراء الرب، كل ما الجبل بتاعك بيبقى أعلى. حوريك حالا إزاي الجبل بيرتفع مستواه جواك. بس ببساطة نفسي تدرك أنه ما ينفعش نصلي من تحت، ما ينفعش نواجه ما يحدث في حياتنا من تحت وننظر للعالم ونصلي من حيث ما نرى. يا رب عندنا هنا، يا رب عندنا هنا، يا رب عندنا هنا، ما احنا كل اللي احنا شايفينه احنا عاملين زي الأب بتاع هذا الابن اللي مش عارف يعمل حاجة لابنه. المشهد من فوق، يسوع اللي نهزل من فوق، المشهد مختلف تماما، المشهد من السرافيم مختلف تماما، مجد الرب ملء كل الأرض، وكل حاجة بتحصل في الأرض في هذا الزمن بتدعونا للصعود إلى هذا الجبل، وإدراك أن الجبل ده هو نعمة موجودة جوانا. قد أتيتم إلى جبل الملك، رب فتح ليك هذا الطريق، هذا 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 المكان في داخلك في العبادة، وكل حاجة بتدعوك ليه. تعالوا أبص على الرب يسوع نفسه بكان بص علينا في لوقا، آية بحبها قوي، لوقا 21. أنتوا كويسين؟ أذكرك بس، حينما لا تصعد إلى جبلك، كأن في جبل بقى مهجور وإبليس يملأه، كأن يعني ويملأه طويط ويعمل سري عليك، وهذه الجبال هي اللي بتتحكم في أجواءك. في العهد القديم ده اللي كان بيحصل، يقولك مرتفعات وفيها سرية، يقولك الملك ده كان بيحب ربنا بس ما كسرش السواري التي على المرتفعات. ارجع ورايا لو أنت مش عارف الآيات دي، يعني كانوا بيعبدوا الرب بس من تحت، بس المرتفعات اللي حوالين المدينة سابوا السواري عليها، فالجو مغيم. ده مش زمن جو مغيم، ما أقصدش ده مش زمن جو مغيم من عدو الخير، ده زمن تمتلك المرتفعات وتكسر السواري اللي بناها إبليس لسنين طويلة، وتقول الماونتن ده بتاعي، الجبل ده بتاعي، الجبل ده هو المكان اللي بقابل فيه مع ربنا، وأنا هعمر الجبل. ايه الجبل ده؟ ده الجبل بتاع العلاقه، الجبل بتاع الصلاه، الجبل بتاع، لان مفيش حد، لو جاز التعبير مش بلغه حرفيه، مفيش حد بيصلي الا من خلال الجبل ده، جبل الصلاه. لو بتصلي من تحت الجبل اروح الشرع عماله بترزع، لكن الصعود تريد ان تروا ملكوت الله اتيا بقوه. في قوم هنا سيروا ملكوت الله آتي بقوة. بعد ست أيام في اليوم السابع أخذ بطرس وعقوب ويوحنا وابتدى هيئته تتغير، لأن فوق الجبل يسوع هيئته بتتغير قدام عينيك، بيلمع كما لم يلمع قصار، بيتجلى في حياتك كما لم يتجلى من قبل. محتاج أقولها مرة تانية، أنا آسف، يسوع فوق الجبل بيلمع وبيتجلى قدام عينيك، مش هتشوفه بالطريقة دي تحت. ولما بتراه متجلي في حاجة بتغير الفابريكا بتاعتك، بتغير النفسية بتاعتك، لأنه أنا عالم بمن أمنت، بقى خلاص رأينا مجده. قولك رأي بطرس قال كده، في لأن بطرس كان بطرس يعقوب يوحنا، في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأولاني بطرس قال رأينا مجده وسمعنا الصوت من السماء بيقول هذا هو ابني، رأينا مجده الأسنى. في حاجة اتقلبت فينا لما رأينا ملكوته آتيا بقوة. يعني إيه؟ يعني
تجلي يسوع فيك يساوي ملكوت بقوة. لو جاز التعبير في اجتماع الصلاة اللي هنصليه بعد دقايق، تضع ايدك على قلبك وتقول تجلى قدام عينين قلبي، وبالتالي ملكوتك يأتي بقوة، والمشهد كله يتغير. المشهد كله يتغير، الاضطراب، الخوف، الوطويط اللي إبليس عمال بيطيرها في بعض أحيان. في ناس عمالة تقول لي أحلام غريبة هذه الأيام، أحلام سوداء. يعني في حاجة مختلفة لما الرب يملأ جبل قلبك وجبل عبادتك بنور تجلي وجهه فيلمع كما لم يلمع قصار. لوقا 21 برضو ببص على الرب يسوع، وبعد كده ببص علينا آية 37، بس بحبها كاستراتيجي. كان في النهار يعلم في الهيكل، آية 37، كان في النهار يعلم في الهيكل، في الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. لذيذة الآية، الليل في الجبل، الليل في الجبل يساوي انتصار في النهار. خلي بالك الليل لو خدته بصورة رمزية أو لما الدنيا ما تبقاش منورة قوي، خلي الليل يدفعك للجبل عشان تنتصر في نهارك. ادخل إلى مخدعك واغلق بابك فيجازيك فين؟ في النهار، يجازيك على نية. في حاجة، في استراتيجي هنا بتحصل ما بينك وبين الرب، والاستراتيجي لخيرك. لما بقول مشوار تحس بقى مشوار يعني حنهج، نو ده مشوار من النعمة، والنعمة فيه عمالة بتزداد لأنه بياخدك مشاوير وانت طالع وراء الرب، عمال بينقل مستوى النعمة على حياتك. خليني أقرأ لك آية كلنا عارفينها، أنا عارف، يوحنا 1، لأنه ببساطة لما عبرانيين قال قد أتيتم إلى جبل الرب، هو بيتكلم عن دخولك بالنعمة إلى هذا الجبل اللي بتزداد صعودا فيه، هو مش مستوى واحد. انجيل يوحنا كلكم عارفين الايات، الكلمه صار جسدا، ايه 14، يوحنا 1:14، الكلمه صار جسدا وحل بيننا، راينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمه وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه، الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي. هي المشهورة، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة. خلي بالك النعمة مش بتاخدك لنعمة، النعمة بتاخدك لفوق. مش يعني في آيات كثيرة ولك من إيمان إلى إيمان، من مجد إلى مجد، بس مش من نعمة إلى نعمة، النعمة فوق نعمة. ليه؟ لأن النعمة دائما بتصعد بيك لفوق. النعمة مش، لو جاز التعبير، مش عمارة دور أرضي. النعمة دائما بتاخدك من الأرضي للأول، ومن الأول للتاني، ومن التاني للتالت، ونهر سباحة لا يعبر. عشان كده تزداد النعمة جدا. بولس الرسول قال كده، تفاضلت نعمة ربنا جدا. تفاضلت يعني دلقت ودفلقت. تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة. خلي بالك ده بيقولها في رسالة تيموساوس. أنا تقولي ليه بتشارك عن كده؟ أقولك لأن إدراكي إن كتير بننسى إن النعمة أساسية، وفي الأزمنة اللي إحنا فيها بيزداد احتياجنا للنعمة. لأن كتير من تصور النعمة دي زي لبن كده خفيف كده، حاجة خفيفة يعني. نو، النعمة دي هي النقلة اللي بتاخدك إلى حتة أعلى وراء الرب لكي تصلي صلوات إبليس ما عرفش يوقفها، لكي ترى من مكان إبليس ما عرفش يشوش عليه، ولكي تنتصر في حياتك في مكان إبليس ما عرفش يوقف انتصارك. لما بيحركك الرب من نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة، لأن من ملئه، هو ملء اللاهوت، عارفين الآية دي؟ كلوسي، هو ملء اللاهوت جسديا ونحن مملوئين فيه. يعني هو الفل، وإحنا بنتملي وإحنا ماشيين وراه.
فأتاري صعودك الجبل هو كل شوية عمال أنت بتتملي، لأن هو مل اللاهوت جسديا وأنت عمال بتتحرك وراه فبتتملي. من هو الذي صعد؟ يسوع بولس الرسول بيقول في أفس 4: من هو الذي صعد إلى السماء إلا هو نزل، نزل أقسام الأرض السفلى فسبى سبيا وأعطى الناس عطايا. يعني هو بحجم الأعماق اللي نزلها لأقسام الأرض السفلى في القبر، هو بحجم الصعود الذي صعده علشان يفتح عطايا لكل حد عايز يتحرك وراه. مرة تاني: من ملء نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار. الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب. هنبص على الحتة دي، هخش على حتة صغيرة عشان ونصلي في مستويات للنعمة. اوعى تتصور انك انت النعمة دي، وكل بعض بيرى ان النعمة دي نعمة الخلاص وخلاص وكفى الله المؤمنين شر القتال، ودي مش آية. ببساطة النعمة، حكينا قبل كده عن مستويات النعمة اللي في الأرض، أذكركم بيها، في أربع مستويات للنعمة على مستوى أفقي، على مستوى رأسي هو ده اللي حكي عليه، بس أذكرك على مستوى أفقي. ببساطة في متى 5 في الموعظة على الجبل يقول لك الرب يمطر على الأبرار، ما أنتوا حلوين أهو فاكرين، والأشرار. دي نعمة، بس دي نعمة جراوند ليفل، النعمة الأساسية، إن الرب يسكب نعمة على الأبرار والأشرار. فرب يمطر في متى 5:45، الرب يمطر على الأبرار وعلى الأشرار، أوكي؟ ففي نعمة بتنسكب على الكل، ده المستوى الأرضي، أفقي بس على مستوى الأرضي. في نعمة، نعمة فوق نعمة، في نعمة تانية لأولاد الرب اسمها الخلاص، صح؟ بالنعمة أنتم مخلصون، دي أفسس 2، بالنعمة أنتم مخلصون. فعلى مستوى الحياة العملية في نعمة للأبرار والأشرار، في نعمة أعلى منها على المستوى العملي اسمها الخلاص، بس في نعمة أعلى منها كمان. في سفر الأعمال صح 4 يقول لك كان التلاميذ يخدمون بقوة عظيمة لأن كانت نعمة عظيمة عليهم. فدي نعمة للقوة، كان التلاميذ يتحركوا بقوة عظيمة لأن كان في نعمة عظيمة. دي مش نعمة خلاص، دي نعمة أعلى. Are you here؟ اوكي. فانا لو انا قاعد مكانك اقول اوكي، يعني انا عندي نعمه، شوف انا عمال بجمع نعم كده، انا عندي نعمه اللي هي على الابرار والاشرار، وبك عندي نعمه الخلاص هللويا، وبك عندي نعمه ان انا محتاج اطلبها، دي قوه عظيمه تنسكب لان في نعمه عظيمه. وطالما نعمه ليه لا، ودي هتبقى ايه بعد شويه. طالما نعمه يبقى ليه لا، لانها النعمه هي عطيه مجانيه مش عن استحقاق. طالما نعمه يبقى في حاجه اسمها، في حاجه عند الرب اسمها نعمه عظيمه. ما اعرفش بتستخدموها ولا لا، لما تتحشر في موضوع تقول انا عايز نعمه عظيمه، انا مختبر نعمه، بس عند من ملئك تتفاضل نعمتك جدا مع الايمان والمحبه، انا اريد نعمه عظيمه لان النعمه العظيمه تؤدي الى قوه عظيمه. اوكي. في ليفل كمان، في ليفل، انا بتكلم على المستوى العملي مش بتكلم على المستوى الرأسي، بتكلم على المستوى العملي. في ليفل كمان، في أفس 4 يقول لك كده ان رب بحسب النعمة المعطاة لكل واحد بيسكب خدمة في أفس 4. اذا الوظيفة او الوظيفة الروحية او الخدمات بتاعت كل واحدة واحد فيكم هي نعمة من الرب، خدمتك نعمة من الرب، لان مفيش خدمة إلا ما يكون في زيت نازل من عرش النعمة عشان يعمل هذه الخدمة. إذن الخدمة نعمة. لو أنا قاعد مكانك برضه هقول أوكي يا رب، أنا ما بخدمش، أنا محتاج نعمة الخدمة، أسكب علي النعمة اللي أنت عايزني أخدم بيها. لو أنت بتخدم قول يا رب أسكب النعمة بتاعت الخدمة، لا عشان أخدمك مش بالجسد، أخدمك بالروح عشان تزداد النعمة، فأزداد تأثير الخدمة بالروح مش بالجسد. أوكي. كفاية كده، كفاية 4. فمن ملئه نعمة فوق نعمة، نعمة فوق نعمة. فأنت بقى لو أنت بتخدم الرب وأنت مجمع 4 مستويات نعمة تقدر ترجع لهم تتملي بيهم،
النعمة العامة للأشرار والأبرار، نعمة الخلاص، نعمة اللي بتثكب قوة عظيمة، ونعمة الاستخدام. فيقولك النعمة التي نحن فيها إيه؟ مقيمون. رومية 5، النعمة التي نحن فيها مقيمون. معلش أنا خليني أقف هنا لأنه أنا حاسس إن البعض تتعامل أنا بوعظ. حضرتك بتحارب النعمة دي، النعمة دي سلاح، زي ما إنك قدس للرب، لأن قدس للرب رب يسكب عليك نعمته، وهذه النعمة عطية مجانية لمن لا يستحق. هذه النعمة إبليس ما عرفش يقف قدامك لو أنت مصدق أنها نعمة مش عن استحقاق. مهما اشتكى العدو قل له اسكت، لأن في نعمة، في رحمة وفي نعمة على أرضي وعلى بيتي وعلى أيامي وعلى المشاهد اللي أنت بتملى عينيا بيها بتخويف عن الزمن اللي جاي. أنا بقف قدام النعمة، أنا قدس للرب، والنعمة تزداد. النهاردة حكي عن مستويات للنعمة بقى رأسية، ويمكن أول مرة حكي عنها، وأنا حريص أنك تدركها وننشن عليها ونقوم مصلين مع بعض. لأن أتاري في علاقتك مع الرب وإنت بترفع عينيك للرب بتزداد النعمة في العلاقة. يعني إيه بتزداد النعمة في العلاقة؟ النعمة كل ما تزداد في علاقتك معه بيزداد إدراكك للرب، بيتجلى. ما عرفش أنت بتعمل زي ولا أنا بحب أتواجد في المشهد، يعني في قصة تجلي مثلا. أنا بحب لو أنا كنت موجود، أنا الدبانة اللي ماشي على بتفرج على الثلاث تلاميذ وما طالعين مع يسوع وطالعين، يكونش ابتدى يتغير هيئته هم عمالين بيطلعوا. يعني هم بعد ما طلعوا فجأة وشه فج نور، ولا طول ما هم عمالين يطلعوا عمال بيزداد النور، عمال بيزداد النور. لما تبقوا فوق الجبل فولنس، حد فهم حاجة؟ ده مش كتابي، ده أنا بقول، بس يمكن ده اختباري، إن كل ما بتحرك وراه كل ما وجهه بيتغير قدام عيني، لأن النعمة فوق نعمة فوق نعمة، هو صعود للجبل. وكل ما حضرتك بتثبتي عينيكي وانت طالعة وراه، كل ما المشهد بتاعه عمال بيزداد في قلبك فيزداد مستوى انتصارك. خلينا نبص على أول مستوى، إشعياء 7. أول مستوى من النعمة الرأسية، آية مشهورة جدا موجودة في العهد الجديد، بس عن قصد أنا بقرها لك من العهد القديم، هي موجودة في العهد الجديد. أول ما حقرها لك هتبقى عارف هي فين في العهد الجديد. إشعياء 7:13 قال، أنا آسف 14، إشعياء 7:14، يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل؟ يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه إيه؟ أوكي. كذا حاجة في الآية دي، آية معروفة جدا وموجودة في العهد الجديد في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا. أول مستوى في النعمة في علاقتك وراء الرب هو المعية الإلهية. عارفين يعني إيه عمانوئيل؟ الرب معك. إن رب معي ده أول مستوى. يسوع المولود عمانوئيل، الرب معنا. في العهد القديم كان رب يمشي معاهم؟ أنا آسف، هو سؤال تريك، بس ما هو مش تريك خالص. أخن بيمشي معاهم طبعا. أما العليقة دي كانت إيه؟ أما التابوت العهد والحضور الإلهي ده كان إيه؟ الرب كان بيمشي معاهم. إذن هذه النبوة اللي بيتنبأ أشعيا في العهد القديم بتكلم عن معية مختلفة عن العهد القديم. الرب في العهد الجديد بيسكب معاك معية، معية يعني الرب معي، معية الله، الله معنا. هذه المعية مختلفة، هذه المعية مش على مستوى العهد القديم، ده عمانوئيل. والنبوة يعني أشعيا في العهد القديم بيقولهم بصوا حياتي أزمنة هيبقى الرب اسمه عمانوئيل. ما عرفش لو أنا موجود زمان أيام أشعيا كنت هقوله حبيبي طب ما تابوت العهد هو ربنا معانا برضه ماشي.
فإشعيا يرد عليه يقول لي نو 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 حبيبي، بيتكلم حاجة مختلفة تماما. ده هو وهو ولا يعطيكم السيد عذراء تحبل وتلد ابنا، وهذا التجسد الكلمة صار جسدا، حضور ومعية أقوى جدا مما تتخيل. خليني أقول معنى روحي، حتى لو إدراكك عن يسوع صغير قوي، هذه المعية أقوى جدا من كل اختبارات العهد القديم. أنا آسف، حتى لو إدراكك عن يسوع في حياتك كطفل مولود كابن، هذه المعية أقوى جدا من كل اختبارات العهد القديم. أذكرك لما تابوت العهد اللي هو الرب في العهد القديم عبر قدامهم في الأردن، الأردن اتشق. هذا الحضور أقل جدا من عمانويل. أخويا بس أخد باله الحضور اللي شق الأردن أقل جدا من عمانويل. أول مستوى في النعمة إن رب معك، هذه المعية أقوى جدا من كل اختبارات العهد القديم. الشعية بيتنبأ هأتي زمن، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل. واو، ما يحدث في حياتك، إدراكك وانت بتتحرك طالع وراء الرب، أول ليفل فيه الرب معي. وهذا الإدراك محتاج تحارب بيه. ده مستوى خلي بالك، لما بتطلع مبنى، لما بتطلع الدور الثاني مش بتلغي الدور الأولاني، انت بتبني الثاني عليه. فكل مستوى بيتبني عليه المستوى الثاني، بيتبني عليه المستوى الثالث، وهكذا. فحد فاهم قصدي؟ اللي احنا اتكلمنا عليه عملي، نعمة الأبرار والأشرار دي بيتبني عليها نعمة الخلاص، بيتبني عليها نعمة عظيمة، بيتبني عليها نعمة الخدمة، نعمة فوق نعمة. فأول مستوى انت طالع وراء الرب هو نعمة ان الرب معك، عمانوئيل. بس كده خلاص نبوس ايدينا ووشه وظهر وكفى المؤمنين؟ نقول ان في اوكي. كلوسي واحد في نعمة أكتر من ملئه، نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. كلوسي واحد، بولس الرسول بيقودنا إلى إعلان في كلوسي واحد. ده مستوى مختلف. تقولي في حاجة أعلى من الرب معي؟ أقولك ياس. كلوسي واحد كلم عن سر، آية 25، صرت أنا خادما للكنيسة حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة السر. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو في تراجم يحط نقطتين. عايز تعرف بقى إيه السر؟ الذي هو إيه بقى؟ المسيح فيكم رجاء المجد. أكمل، الذي به ننادي به منذرين. خلي بالك الموضوع مش المسيح فيكم عادي يعني، نو كمل. الذي به بهذا السر ننادي منذرين كل إنسان، منذرين، خلي بالك من منذرين دي هنشوف إزاي، منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان. خدتوا بالكم من موضوع كل إنسان؟ منذرين إيه؟ كل إنسان، معلمين بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا. يعني السر ده في كي من أجل أن كل إنسان يبقى إيه؟ أنتوا عارفين تقولوا إيه؟ أوكي. لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع، الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيه بقوة. حلو قوي. يعني بولس بيقول أنا ببذل كل قوتي عشان أطلق هذا السر اللي بيه، بأنذر وبأعلم كل إنسان بكل حكمة عشان نحضر كل إنسان كاملا. وهو ده السبب بتاع المشاركة دي، إنه بوري يعني في حاجة الرب يقود فيها الكنيسة في هذا الزمن. أنا دايما بقول الخلاصة في آخر المشاركة، هقولها دلوقتي.
كل ما يحدث في الأرض في هذا الزمن من اضطراب، إن كان في الأمم، إن كان في الاقتصاد، إن كان في السلام، إن كان في الحروب، أيا كان ما يحدث في الأمم في هذا الزمن، بيقود الكنيسة أنها تتحرك، مش أنها تغسل إيديها من الأرض، تتحرك لفوق، فوق الجبل، عشان من فوق الجبل بيبقى ليها سلطان من أجل بركة تحت الأرض. ما تجعلش ما يحدث في الأرض يخوفك، ولك شايف سمعت ده وسمعت اللي حصل هنا وشايف اللي حصل هنا، اطلع فوق وبص من فوق. لما تخلص قعدتك فوق انزل. كان في الليل فين؟ ففي النهار فين؟ في الهيكل يعلم. كان فوق في الجبل بيتجلى، تحت في الجبل خرج أرواح الشر. كل ما يحدث في العالم هو عشان الكنيسة تقف في هذا المكان اللي من فوق تنظر، تصلي وتصلي بإيمان، فيفتح الرب كنزه الصالح السماء على الأرض. هرجع مرة تاني عشان أنا ضربت ده بالسر ده. ليه السر ده؟ بيقولك مش سر بسيط، المسيح فيكم. نشكر ربنا، بوس إيدك وش وداره وتروح. نقول المسيح فيك ده سر ننادي به، منذرين كل إنسان، معلمين كل إنسان بكل حكمة، عشان نحضر كل إنسان كامل. المسيح فيك ده مش بقى معايا، ده اللي ابتدى في التجسد من 2000 سنة. أتريه هذا السر، سر التجسد، الكلمة صار بيكمل في حضرتك، نحن مملوئين منه. وكل ما يزداد صعودك، كل ما يزداد المسيح فيك، كل ما لو جاز التعبير بيحصل استبدال، انا بقل وهو بيزيد. لو جاز التعبير، هو تعبير مش دقيق قوي لاهوتيا بس ماشي، ان كل ما بتحرك بقلبي قدام الرب، كل ما بستثمر عيني انها مركزه على هذا الحضور، على جبل الرب، وهو ده اللي مركز عليه، وهقول لك ازاي بعد في الخلاصه في الاخر. ده اللي انا مركز عليه، في نعمه عماله بتنسكب، المسيح فيا عمال بيتجلى، ف وشي أنا بيقل قدام حياتي، وش هو بيلمع أزيد. المسيح فيكم، هويتي أنا بتقل قدام عيني، فضعفي ومشاكلي وخوفي وشكايتي بتقل، وهويته هو بتزيد فيا. رسالة يوحنا قال كده، قال كما كان هو في العالم هكذا نحن أيضا. ما عرفش الآية دي بتعمل فيكم إيه؟ أقولها لكم مرة تاني، كما كان هو في العالم هكذا نحن أيضا. لو أنت مركز هتقول أنت قلتها غلط يا نادر، وأنا قلتها غلط فعلا. أنا قلت كان، وكان دي مش مظبوطة، عن قصد أنا حطتها. الآية ما بتقولش كما كان هو من 2000 سنة في الأرض هكذا نحن، يقول كما هو في العالم. أفتحها لكم، رسالة يوحنا الأولى، وشكم المخدود بيقول لي انكم ما بتقروش رسالة يوحنا الاولى. يوحنا الاولى 4، يوحنا الاولى 4:17، بهذا تكملت المحبة فينا، بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين. ليه؟ لانه كما هو، مش كما كان، كما هو في هذا العالم. عارفين رسول يوحنا بيقول ايه؟ رسول يوحنا كتب هذه الايات 80 سنه بعد الصعود، بيقول زي ما هو النهارده في العالم هكذا نحن. هو زي النهارده في العالم، هو النهارده في العالم على قد ما الكنيسه بتعكس وجهه في العالم. عشان كده كما هو في العالم هكذا نحن. خدتوش بالكم؟ هو في العالم النهاردة زي ما أنت في العالم النهاردة. فأنت في العالم أخبارك إيه؟ هو بيلمع، يبقى هو في العالم بيلمع. هو أنت مليل، يبقى هو في العالم مليل. لو جاز التعبير، هو عمره ما بيليل، هو كوكب الصبح المنير. عشان كده طلوعك
وراء الرب بيبتدي يستعلن فيك نعمة فوق نعمة إن المسيح فيكم. عشان كده بولس الرسول بيقول احنا بنعلم بهذا السر منذرين، بي وير، بي ألرت، صح صح، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. وكل ما بيتجلى، كل ما بيتجلى قدام عينيك في الأوضة بيتجلى برا الأوضة قدام الناس. مؤخرا خادم الخدام كان مقضي فترة صيام، وأنا بأذكر أنه كان مقضي فترة صيام عشان أقول القصة، يعني القصة ملهاش دعوة بأن فترة الصيام، بس أنا إدراكي الداخلي أنه كان مربوط بالصيام. كان مقضي فترة صيام وبعد كده كان مسافر، فبيعدي في المطار في الحتة اللي بيطلعوا فيها برا مصر يعني، فعدى ما فيش حاجة صفرت، قالوا ارجع تاني، قام رجع تاني، قالوا عدي، عدى ارجع تاني. فبعد ثالث مرة قالوا ما فيش حاجة بتصفر، في ايه؟ قالوا في حاجة في الشاشة بتطلع وانت معدي ما شفناهاش قبل كده. انا بوعدها ان هو كان صايم، اوكي، بس انا عايز ارفع، مش عايز اروح عن القصه، بس عايز ارفع ايمانك. المسيح فيكم ده مش كلام، بحسب ما هو بيتجلى جواك، بحسب ما هو هكذا يكون هو في هذا العالم. وكل ما بتتحرك وراء الرب، كل ما جلد وجهه عمال بيلمع، عمال بيلمع، عمال بيلمع، لانه يسوع النهارده في الارض، هو في اولاده. وكل ما بيزداد لمعانه في صعوده، كل ما بيزداد لمعانه قدام الناس. فيقول لك بهذا الايه اللي كنا بنقراها في كلوسي، يقول لك منذرين به ومعلمين به كل انسان، لكي نحضر كل انسان كاملا في ادراك مختلف. المسيح فيا، ده مش كلام وعظي، المسيح فيك. امال التناول ده ايه؟ ادركنا انه ده جسد الرب، ان في حاجه، الخبز التي نبارك هي شركه جسد، يعني ده مش كلام. ولما تدرك كده المسيح فيك، ده سر المسيح فيك، رجاء المجد. وكل ما بتتحرك وراء الرب في حاجه عماله بتزداد، المسيح فيك رجاء المجد. منذرين به ومعلمين به كل انسان، لكي نحضر كل انسان كامل. عشان ما طولش عليكم، هو ده كل حاجة؟ لا، في مور. تعالوا نقلب للمور، نجيل يوحنا صح 14 عشان الوقت. يوحنا 14 هيبقى في ايه اكتر من المسيح فيك؟ يعني ربنا معانا، عمانوئيل جميلة، بالمناسبة المسيح فيك ده يعني لا يفارق، بالمناسبة في العهد القديم فاكرين داود لما قال روحك القدوس لا تنزعه مني، دي صلوة مش ملهاش صلاحية، انتهت صلاحيتها في العهد القديم، لأن في العهد الجديد يسوع قال هو يمكث معكم إلى الأبد. الروح القدس اللي بيعلن يسوع في حياتك ماكث معك إلى الأبد. إذن المسيح فيكم ده لا يفارق. في العهد القديم، العهد القديم من فضلك ما تسيبناش، في العهد الجديد هو عمال يقول لك ادرك مش بس ان انا معاك، ادرك ان انا فيك بغير طبيعتك، ادرك ان انا فيك عمال بتجلى، عمال بنور في حتت الضلمه، عمال بطلق رجاء. رئيس السلام فيك يسحق الشيطان تحت رجليك، رئيس السلام فيك يسحق الشيطان تحت رجليك. يوحنا 14 في ايه جميله، الكنيسه الاولى في مره عملوا مجمع مخصوص عشانها. يوحنا 14 ما توجعش دماغك، وصلوا لإيه؟ لأنه ما وصلوش لحاجة. يوحنا 14 دي حقيقة صدقوني، ادرس ولا يوحنا 14:23 أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. بسو الليفل الأول في النعمة هو عمانوئيل، الله معنا. كل ما تمشي
تصعد الجبل وراء الرب، المسيح يقول لك انا فيك مش بس معاك. بس في ليفل كمان اللي هو اتحادك في المسيح امام وجه الاب. لان اذكرك نعمه فوق نعمه جايه من الابن الذي فين؟ في حضن الاب. فهو جاء من حضن الاب عشان ياخدك لهذا المكان. سلام. هو معك، هو فيك عشان باتحادك فيه ياخدك الى هذا المكان الهولي جدا القدوس جدا اسمه وجه الاب. عارفين انا بحب العب مع الاطفال كتير بالذات اللي لسه مولودين، لان في ايه يقول لك ملائكه هؤلاء، يعني في ملائكه مخصوصه، في ملائكه مخصوصه لحضرتك، بس حضرتك في بعض الاحيان بتطنشهم. الاطفال لسه ما تعلموش يطنشوهم. ملائكه هؤلاء امام وجه ابي الذي في السماء. فبحب العب مع الاطفال لان عارف ان ملاك الطفل ده قدام وجه الاب، فعايز احط وشي جنب الواد. حد فاهم حاجه؟ انا بهزر، بحاول اوصل لكم بس معنى صغير. في حاجه اسمها قدام وجه الاب، وان ملائكه يسوع، يسوع نفسه قال، انا ما بقولش كلمه الا ما يكون الاب قايلها، اذا هذه الجمله مش ما كانش يسوع بيهول فيها. ملائكه هؤلاء امام وجه ابي الذي في السماء. بالمناسبه ملائكه حضرتك برضو كده، ما تطنشهمش. anyway، فاتحادك بالابن بيضع بياخدك الى هذا المكان امام وجه الاب. ويسوع هنا بيقول لك بص، لو بتحبني لو بتتتبعني اتي انا وابي. ده مش بس المسيح فيكم، ده اتي انا وابي واصنع عنده منزلا. خليني اقرا لك ايه كمان، رساله يوحنا الاولى، رساله يوحنا الاولى صح 2. عايز اقول لك انه في حياتك الروحيه وكل مستوى بيتبني عليه المستوى الثاني، فانت ما بتبطلش تقول عمانوئيل، ان الله معك ده احتياج. الله معك بيقود الى المسيح فيك، بيقود الى وجه الاب. وايماني ايماني 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 ان كنيسه الزمن ده محتاجه انها تتواجد قدام وجه الاب اكتر. حاجات كتيره بالجسد بنعملها امام وجه الاب بتتحرق عشان نعملها بالروح. حاجات كتيره بنعملها بطبيعتنا بالتلقائي بالتعود بالتدين قدام وجه الاب مش هنعملها بالتعود، لكن هنعملها من نار حضور الرب القدوس. عمانوئيل الرب معنا شيء غالي جدا اقوى من كل اختبارات العهد القديم. المسيح فيك ده حاجة معجزية غير عادية بتغير من طبيعتنا، شركاء الطبيعة الإلهية. بس اتحادك بالابن اللي بيوقفك قدام وجه الآب ده سجود، ده تواضع، ده مخافة فيها احتياج في الأزمنة الأخيرة. لأن أمام وجه الآب ما فيش كبرية، أمام وجه الآب ما فيش أنا، أمام وجه الآب ما فيش أي ظلال فيها ريحتي. أمام وجه الأب بتنحل كل حاجة، وكل حاجة في حياتي تبقى متزبطة في الروح، مليانة راحة، لأن من دخل إلى راحة الرب استراحة من أعماله كما الرب من أعماله. حكينا عنها الأسبوع اللي فات. يوحنا الأولى صح 2، أكتب إليكم الأولاد، أو ده المستوى الأول، أيها الأولاد قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. ده 2:12، أكتب إليكم الأولاد 2:12، لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم الآباء، خلي بالك ده الليفل المتقدم اللي طلع، لأنكم قد عرفتم الذي من البدء.
أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. غفرة الخطايا، غلبتم الشرير، عرفتم الذي من البدء. هيقولها مرة تاني بطريقة مختلفة، بس بص على لغاية دلوقتي هذا. غفرة الخطايا، غلبتم الشرير، ده الأحداث دول، عرفتم الذي من البدء. ده يكونش the father. أوكي. ده مش بس الأب. أكتب إليكم الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. واو. إذن الجزء الأولاني المعروض للآباء بيتعرض حتى للأولاد. قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. مرة تاني نفس التعبير للآباء، عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. فمستوى الأحداث، مستوى الوسطاني ده، قد غلبتم الشرير بالكلمة في المرتين. مستوى الأولاد في أول مرة غفرة الخطايا، وفي تاني مرة عرفتم الآب. مستوى الآباء، قد عرفتم الذي من البدء، قد عرفتم الذي من البدء. أنضج حتة في العلاقة ما بينك وبين الرب، أو أعلى مستوى من النعمة، هو تواجدك في الذي من البدء. عرفتم ده يعني التصقتم، اتحدتم بالذي من البدء. أؤمن أن رب عمال بيطلع أبطال بيناديهم لفوق علشان مش بس يعيشوا في المستوى الأول من النعمة أو التاني من النعمة، لكن يتواجدوا في الحتة اللي فيها قدام وجه الآب الذي منه تسمى كل عشيرة في السماء والأرض وتحت الأرض. من هذا الأب بتتعرف كل عشيرة في السماء والأرض وتحت الأرض. في حاجة بتخرج من هذا الحضن اسمه حضن الآب، مش بس مليانة معية، مش بس مليانة تغير في طبيعتنا، لكن بتخرج مليانة تجمع كل ده من غفران خطية، من غلبته من الشرير، لكن لوجه الآب نفسه منه تسمى كل عشيرة. أقول لك عمليا ده إيه ونختم. يشوع في العهد القديم اختبر الثلاثة دول لأنه كان رجل جبال برضو. خلي بالك أنه التجلي دول كانوا كلهم رجال جبال. يسوع طبعا ده ابن الله، مش فوستيهم، بس يسوع كان في جبل الزيتون كل ليلة، صح؟ موسى كان رجل جبال، جبل موسى. إيليا كان رجل جبال، جبل الكرمل. فكل رجال الله رجال جبال. سلاه هنزل وامسك اعمل انترفيو. تحب حضرتك تبقى رجل الله؟ كون رجل جبال. تحب حضرتك تبقى رجل الله؟ كون رجل جبال. لان كل الكتاب المقدس حتى في العهد الجديد كانوا رجال جبال بصوره روحيه. هقول لك حالا بصوره روحيه ايه. يشوع كان ورا موسى في الجبل، فاختبر في الجزء الاولاني ان رب موجود فوق الجبل، ما دخلش جوه النار، بس كان اختبر. فاكرين لما موسى قعد 40 يوم و40 ليله، يشوع فضل فوق الجبل ما نزلش. فيشوع اختبر عمانوئيل، دي ربنا معانا بس على مستوى العهد القديم. يشوع اختبر على مستوى نمرة اتنين، اختبر انه المسيح فينا، يعني يبقى في حتة كده عميقة ما بينه وبين الرب، علاقة مع المسيح. نعم. بتقولي فين ده يشوع ده في العهد القديم؟ بقولك اه، فاكر قدام اسوار اريحة ظهر قدامه مين؟ رئيس الجند. قال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت، انا ولا ليك ولا عليك، اخلع عن عليك المكان المقدس. ده رئيس الجند، ده الرب يسوع. فيشوع اختبر في فوق الجبل ربنا موجود، بس في قدام أريحة يسوع الموجود، ماشي. طب يقولي اختبر فين بقى الوجه الآب؟ أقولك مش باينة قوي، بس أنا في رأيي اختبرها لما وقف وقال يا شمس دومي يا قمر دوم. ده مستوى ما يطلعش من يشوع، ده مستوى يطلع من واحد واقف قدام الآب وعارف يصلي صلوة ما حصلتش قبل كده. يا شمس دومي يا قمر دوم، فدامت الشمس وقف القمر لم يكن يوم مثله سمع الرب فيه لصوت إنسان. جبت الصلوة دي من فين يا يشوع؟ ده موسى بجلالة قدره ما قالهاش.
إيماني إن يشوع اتنقل من ربنا معانا فوق الجبل لربنا اللي موجود قدامي رئيس الجند اللي بيدخلني أريحة للرب اللي بيقول يا شمس دومي وقمر ده الذي من البدء. Are you here؟ عشان أختم عملي. حضرتك في قدس أقداس جواك. قدس الأقداس ده هو الجبل. قدس الأقداس ده هو الفوكس بتاعك. هو ده الجبل اللي أنت بتدخله أو بتصعد ليه. خلي بالك إن الساحة الخارجية مليانة دوشة، بس في القدس يسوع بيبان في المنارة وفي خبز الوجوه وفي مذبح البخور. ده المسيح فيكم، لأن في الساحة الخارجية المسيح معاكم، في القدس المسيح فيكم، بس في قدس الأقداس أمام وجه الآب. في قدس الأقداس في الشكينة. عارفين الشكينة؟ الشكينة ده التوهج الحضور الإلهي اللي ما بين الكاروبيم اللي على تابوت العهد. خليني أحط قدامك الصورة دي. كل ما حضرتك بتعبد الرب وبتخش قدام الرب بالكلمة، بتقرأ في الكلمة، ساجد في أوضتك، وتخلي الأحداث دي تقودك أنك تطلع لفوق. لو جاز التعبير، كان في مشكلة في الشغل النهاردة، مروح البيت مش مبرطم، مروح البيت تقوم داخل الأوضة وتقول لمراتك 10 دقايق بس، تقوم قافل الباب، تسجد جنب سريرك، وتخلي اللي حصل في الشغل يطلعك لفوق. سلام. مش بكلم الرجاله بس، بكلم حضرتك برضو. كل اللي بيحصل في الحياه خليها تقودك الى 10 دقائق وتقوم داخل تقول لي داخل اصلي يعني اللي انا مريت بيه. نو مش بقولك بقى اصلي اللي انت مريت بيه، اطلع الجبل اول قبل ما تصلي. هنا الخلاصه. تقول لي اطلع الجبل يعني ايه؟ اقولك يعني بص على تابوت العهد والكروبيم والشكينه اللي موجوده ما بينه، شعله النار دي، قول يا رب انا عايز انا داخل لشعله النار دي. وكل ما تتحرك وراء الرب تقول يا رب غطيني، يا رب اغسل اللي حصل النهارده، انا داخل انا منشن على شعله النار، مش منشن على الطلبه، مش منشن على اللي حصل النهارده في الشغل، انا منشن على شعله النار دي اللي جوايا. بطلب انها تتوهج، بطلب ان الشكينه ما تبقاش فتيله مدخنه. ورب مستعد الشكينه اللي هي فتيله مدخنه جواك تولع، لان شكينه فتيله مدخنه لا يطفئ. قول انا داخل لدي واريد انها تتملي نار، تتملي حضورك، تتملي مجدك، الشكينه الحضور الالهي، وجهك يملا في نور وجه الملك حياه. دي ايه في سفر الامثال، في حاجه اسمها وجه الرب، في نور وجه الملك حياه، رضاك المطر المتاخر. المطر المتاخر يعني مطر الحصاد. قول انا داخل للشكينه دي املاها نار. وكل ما بتتقرب، كل ما التوهج بتاع الشكينه، خلي بالك ده جواك بيتملي بيزداد، لان بحسب توهج نار الشكينه جواك، بحسب يسوع في الارض، يسوع في بيتك، يسوع في الشغل، كما هو هكذا نحن، فكذا كما انت هكذا هو في العالم. أنا عايزاه هو في بيتنا. حلو قوي، كوني أنت. أنا عايزه هو في أبواب شغلي. حلو قوي، نشن على الشعلة وقوله زود. أنا صاعد هذا الجبل اللي اسمه قدس الأقداس، اللي فيه مليان في شكينة حضورك، وأنا أريد أن تملاها نار. تستخدم كل حاجة بقى، بتصلي بالروح، بتقرأ في الكلمة، بتصوم، بتسجد، بتحب، بترفع إيدك، بتطلع ترنيمة، بتقف قدام رب، تمشي مشاويرك وراء الرب. ليه؟ لأنك منشن الجبل اللي جوايا لازم يطرم بالنار. وكل ما بيطرم بالنار، كل ما يسوع بيتجلى، وكل ما وتتحول قصة التجلي إلى قصتك الشخصية، وتبقى أنت رجل جبال. لأن رجال الجبال هو النهاردة في العهد الجديد جواك. بولس الرسول قال أنتم الهيكل، روح الله ساكن فيكم. أمين. ليه المشاركة دي؟ هذه المشاركة ليها سبب. إيه السبب؟ إن رب يطلع حضرتك في مكان العدو ما يعرفش يقرب منه. ودي كان العنوان بتاع السبت اللي فات، بس أنا بزود عليه. الرب بيفتح منطقة الحياة حضرتك وحضرتك والبيتك، منطقة في حضوره العدو ما يعرفش يقرب منها، يخاف يقرب منها،
ولو أنت واقف فيها العدو بيخاف يقرب منك. هذا المكان أمام وجه الآب. نعمة فوق نعمة فوق نعمة، لأن الابن اللي جاي من حضن الآب خبرنا عن هذا المكان عشان ياخدنا ليه إلى حاجة اسمها حضن الآب، أمام وجه الآب. ببساطة عشان أبسطها لك أكتر، حضرتك ابن، لو حضرتك ابن يبقى مين قدامك؟ أبوك. حضرتك ابن في الابن يسوع، إذن بتقف قدام وجه مين؟ أبا. وفي نور وجه الملك حي. أمين. خلونا نصلي مع بعض.